معايا الدكتور محمود حسين، سيادة النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. دكتور محمود مساء الخير. مساء النور يا كابتن. أهلا ازي حضرتك؟ بحضرتك، وعايز أعرف من حضرتك الاجتماع ده كان مترتب له الأول بقاله قد إيه، وأهم النقاط وأهم ما نوقش في هذا الاجتماع. يعني هو الاجتماع يمكن ترتب له من اسبوعين بالظبط، كان عندنا مناقشه طلبات احاطه خاصه بالنادي الاسماعيلي ونادي بنها ومشكلات في بعض الانديه في دمياط ومحافظه بورسعيد في النادي المصري ونادي المغيب. فيعني يمكن عملنا توصيه ان يكون في اجتماع خاص بالانديه الشعبيه والجماهيريه، يعني لان النواب طبعا كلهم زي ما حضرتك عارف ان الانديه الجماهيريه موجوده في كل محافظه والنواب طبعا بيمثلوا هذه المحافظات، فكان لازم ان احنا نجتمع ونناقش القضايا او المشكلات الانديه هي لو سيبناها بالشكل ده في يوم من الايام ما هتندثر هذه الانديه ومش هتبقى الا بعض انديه الشركات، ويعني مش هيكون في التاريخ المحترم للانديه اللي احنا كلنا يعني عصبناه وشفناه والمحافظات كلها يعني تلتف حول بعض الانديه الجماهيريه، فيمكن ده كان الداعي وراء هذا الاجتماع. يعني طبعا انا عايز احييك يا دكتور محمود على النقاط اللي انتوا ناقشتوها النهارده، لان انا شايف ان هي نقاط مهمه وقضايا مهمه جدا لمستقبل الانديه الجماهيريه، اللي انا بقول عليها دايما ان هي عصب الكره المصريه، والكره المصريه يعني ما تسواش حاجه من غير قيمه الانديه الجماهيريه ووجود الانديه الجماهيريه، ومش وجود الانديه الجماهيريه بس ولكن وجود الانديه الجماهيريه وبقوه. عايز يعني اتناقش مع حضرتك في بعض النقاط اللي انا يعني قريتها اللي انتوا خرجتوا بيها وحضراتكم خرجتوا بيها من الاجتماع، اهمها طبعا بعض الاعفاءات والرسوم الضريبيه اللي ممكن تساعد الانديه ان المصاريف بتاعتها تكون اقل، زي الضرايب والكهرباء والميه والغاز، وده شيء عظيم جدا. نقل ولايه الاراضي المقام عليها الانديه الشعبيه من الجهات صاحبه الولايه الى ولايه وزاره الشباب والرياضه، وده طبيعي، ما ينفعش ان في رايي ما ينفعش ان نادي رياضي يبقى بتمتلك ارضه مثلا وزاره الاوقاف، ودي حاجات بديهيه هتساعد الانديه ان هي بعد كده في المستقبل. ورجعني يا دكتور محمود، انا بتكلم في الاتجاه الصح ولا لا، ان دي خطوه لخصخصه الانديه مش وتحويل الانديه الى شركات بعد كده، ان تكون الاراضي مملوكه لوزاره الشباب والرياضه ثم بعد كده ممكن ان الانديه تمتلكها، صح ولا لا؟ لا، خلينا نناقش بس حضرتك في كذا جزء انت يمكن ذكرته، خلينا يعني نعدل بعض المعلومات. اولا احنا طبعا النادي الجماهيري في مصر او النادي في مصر مفهومه غير اي نادي في العالم. انت حضرتك طبعا ادرى مننا بكثير في الجزء ده، انت يعني يمكن بتشوف الانديه مختصه متخصصه بكره القدم فقط، مثلا نادي رياضي فقط او قد يعني يضم بعض اللعبات الرياضيه. احنا عندنا مفهوم النادي مختلف في مصر، هو نادي اجتماعي ثقافي رياضي، كل بيركز يمكن على كره القدم زينا زي كل شعوب العالم، اخذ مساحه اكبر. لكن احنا لما بنناقش امبارح الموضوع الانديه الجماهيريه والشعبيه بنناقشها كمؤسسه متكامله، مش فقط كره القدم وفقط، احنا بنتكلم من كل الانشطه، الانشطه الرياضيه وانشطه اجتماعيه. يمكن معظم الانديه حضرتك عارف طبعا قائمه على النشاط الاجتماعي مش فقط كره القدم، ممكن كره القدم اللي بتستنزف الموارد الخاصه بالانديه، لكن كنا بنناقش النادي كمؤسسه. احنا بنعتبر في لجنه الشباب والرياضه ان الانديه عموما امن قومي لمصر، يعني كل نادي يمكن دايما هتلاقي اذا الانديه نشاتها نشاه قوميه خاصه الانديه الجماهيريه في المحافظات، هتلاقي التفاف الشعب او اهل المحافظه على هذه الانديه كبير جدا، يعني بتتحكم في المزاج العام للمواطنين في المحافظه. شفنا يعني الفرحه اللي حصلت في المحله لما صعد المحله مره ثانيه للدوري الممتاز، شفنا جماهير النادي الاسماعيلي كانت حزينه ازاي في فتره من الفترات، النادي المصري، يعني بنشوف هذه الانديه هي يمكن البيت الكبير اللي بيضم او بيلتف حوله كل اهل المحافظه يعني. فكنا بنناقش من النقطه دي. فيما يخص موضوع التوصيات، احنا عايزين طبعا يعني في كل احوال الدوله مش هتقدر تصرف على على
على المدى البعيد بالشكل اللي احنا محتاجينه لتنميه الانديه او تنميه الموارد الخاصه بالانديه. فبالتالي احنا كنا بنفكر ازاي اولا نقلل المصروفات الخاصه بالانديه، ثانيا نزود الموارد الخاصه بالانديه. فاحنا كتشريعيين او في لجنه الشباب والرياضه بنتناول جزء خاص بالاستثمار. تعرف حضرتك احنا بنعدل قانون الرياضه حاليا، كان في بعض المعوقات الخاصه في باب الاستثمار في انشاء الشركات الرياضيه وفي التسويق الرياضي، بعض المواد اللي كانت بتعوق اي نادي او مؤسسه رياضيه ان هي تستثمر بشكل كبير. عندنا تجارب في الاستثمار للنادي الاهلي والمحله ويمكن مصر المخصصه قبل كده، لكن ما حققتش الاهداف اللي كلنا عايزينها. قابلتهم عقبات كبيره جدا في تاسيس الشركات ديت وتحقيق الاهداف من تاسيسها. فبالتالي كان برضه جزء من المناقشه ازاي نعدل القانون ده او المواد الخاصه بالاستثمار عشان نقدر نعظم موارد الانديه. الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه الاراضي، احنا عندنا معظم او كتير جدا من الملاعب التابعه لبعض الانديه ومراكز الشباب على غير المعتاد ان هي مش في ولايه وزاره الشباب والرياضه. هتلاقي جزء من الاوقاف ده ما حضرتك قلت، هتلاقي جزء مثلا في التابع لوزاره الزراعه الاصلاح الزراعي او تابع يعني المحافظه. ولا بالظبط ولايات متعدده. فبالتالي احنا بنشوف المخرج ان هذه الاراضي، لان طبعا حضرتك بتيجي لك المحافظه تقول لك لا انا عايز حق انتفاع من الملعب ده. او بتيجي وزاره الاوقاف او وزاره الزراعه بتقول هات لي بقى مقابل استخدامك للاراضي دي. زي عندنا الاصلاح الزراعي مثلا في مشكله في نادي سموحه زي ما حضرتك عارف. طبعا. بنتكلم في اكثر من 2 مليار مستحقات للاصلاح الزراعي على نادي سموحه مثلا. فمنطقي ان ما فيش اي نادي بالمواصفات ديت. هو النادي احنا مش بيهدف للاستثمار في الاخر، ان هو بيهدف لخدمه مجتمع وخدمه رياضيين وخدمه شباب، وده الهدف الاسمى بالنسبه للانديه. يعني هيبقى صعب عليه جدا ان هو يدفع المبالغ دي، فهيتوقف او يتحجز على رصيده مثلا زي ما حصل في كذا نادي، حجز على الارصده عشان المستحقات الخاصه بالضرايب. ده اللي بيحصل. فكان قدامنا حل من اثنين، يا اما يعني يستمر الوضع على ما هو عليه والانديه دي تندثر واتحجز عليها وما نستمرش فيها، او ندور على حلول بديله. يعني ده كان الهدف، يعني او بسرعه كده الهدف من الاجتماع او الاجتماع لجنه الشباب والرياضه. وصلنا لبعض الحلول، ان احنا بنتكلم ان المنطق ان الانديه دي ما تدفعش او ما تحملش باعباء ضريبيه زي القيمه المضافه او الانواع المختلفه من الضرائب، لانها بتؤدي هدف معين، هدف غير ال ان احنا يعني نحاول نحصل منها اموال. يعني الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك موضوع الاراضي، ان هي تنتقل ولايه هذه الاراضي من اي جهه من الجهات، سواء محافظه تنميه محليه يعني او اداره محليه او اوقاف او صح زراعي لولايه وزاره الشباب والرياضه. فبالتالي بيبقى حق انتفاع اسمي ما بيدفعش فيه النادي اي مصروفات. يعني طب انا يعني واحده من نقاط يا دكتور محمود ان يعني خرجتوا بنقطه اللي هي عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه واعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين. بالظبط. يمكن كان برضو في مجموعه من الانديه كانت موجوده وهم اثاروا الموضوع ده، ما كانش مدرج على قائمه او جدول الاجتماع عندنا، لكن مجموعه كبيره جدا اتكلموا في شكوى من فكره دوري المحترفين والتكلفه اللي هيتحملوها والعائد منه. لان ما كانش الاجتماع مخصص للجزء ده، فكان في توصيه ان يكون في لقاء بالمعنيين ومتخذ القرار بالنسبه لدوري المحترفين، هم اتحاد كره القدم طبعا بكامل هيئته، وايضا دعوه ل رابطه الانديه المصريه عشان يشاركوا او نشارك مع بعض ويشارك الانديه ديت او النواب في وضع مقترحات، نسمع شكوى الانديه ديت ونسمع قد تكون وجهه نظرهم مخالفه، فبالتالي يجب تعديل الراي ده، او قد يقنع اعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد الانديه بجدوى دوري المحترفين. لانه ما كانش يعني في بند خاص بالاجتماع لجنه الشباب والرياضه، فخصصنا له جلسه ثانيه ان شاء الله غالبا هتتم بعد ان شاء الله. صوت دكتور محمود.
يعني الصوت يعني طبعا الشبكه فيها مشكله، والاتصال فقدنا يعني الاتصال بالدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب، وبيقول كلام يعني كلام مهم جدا. دكتور محمود مع حضرتك مره تانية. معلش الشبكه بقى لا كده، ولا معلش. يهمك يا فندم. فبقول لحضرتك عشان ما كانش موجود المناقشه ده في بند من بنود الاجتماع، فقررنا ان يكون في اجتماع يعني مخصص للموضوع لاهميته، لان انديه كثيره جدا من اللي اعتقد ان اكثر من 20 نادي امبارح كان موجود طالبه بهذا المطلب، فقلنا هنجتمع بالمعنيين او يعني متخذ القرار في الموضوع ده اللي هم اتحاد الكوره، وايضا هيكون معانا رابطه الانديه المصريه النائب احمد دياب، والانديه طبعا المتضرره او المستفيده من موضوع نادي دوري المحترفين، نقدر نوصل لقرار يعني اذا اقتنعت الانديه براي الاتحاد يعني يكون يعني خلاص هنمشي في الموضوع، او هم هيكملوا بقرارهم. لو الانديه اقنعت الاتحاد، لان كان في كلام ان طبعا ان ده غير وارد في اللائحه المعتمده او غير متفق عليه، وده محتاج اجتماع لجمعيه عموميه. طب ممكن اسال حضرتك سؤال يا دكتور محمود؟ اتفضل. ما دخل مجلس النواب بـ 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 بقرارات اتحاد الكره المصري؟ اتحاد الكره المصري ده اتحاد الكره المصري ده بيتبع الاتحاد الدولي لكره القدم، وعايز اعرف يعني ليه بيتناقش في البرلمان قضيه دوري المحترفين، ومين المستفيد ومين المتضرر منها؟ لا هو ما اتناقش قرار، ومفيش تاثير على قرار اتحاد الكره. بقول لك في الاول والاخر هم متخذ القرار، هم اصحاب القرار، هم اللي هيعتمدوه او هيستمروا فيه او يلغوه هو اتحاد الكره، ده المعني. والمجلس او اللجنه عموما ما لهاش تدخل في هذا الجزء. تدخلنا قبل كده لما كان في بعض المخالفات، وده حق المجلس كحق رقابي على الاتحادات وعلى ايضا وزاره الشباب والرياضه في الرقابه اذا كان في اي مخالفات ماليه او شبيهه بهذه المخالفات اللي تمت قبل كده. بس دي لكن مش في مخالفات يا تدخل في فندم. القرار، ما انا بقول لحضرتك، انا بوضح لحضرتك، انت بتقول ان في تدخل في قرار، انا بقول لحضرتك الداعي للاجتماع ان الانديه اللي حضرت امبارح كلهم او حوالي 20 نادي اتكلموا في الموضوع ده، فقلنا لهم ان ده غير مدرك في اجتماع لجنه الشباب والرياضه، لكن لو في اجماع على مناقشه الموضوع لازم المناقشه هتتم مع اصحاب القرار والمعنيين اللي هم اتحاد كره القدم المصري. ده اللي تم، وده اللي انا وضحته يمكن في انت مع تعرف انت خدت بالك من الجزء ده ولا لا، لكن بقول لك احنا مش متخذ القرار في الموضوع ده، احنا يمكن هنمهد يعني الاجتماع لاستماع لاراء الانديه، الاتحاد يستمع لارائهم، وفي النهايه الاتحاد صاحب القرار وجمعيته العموميه صاحبه القرار. لكن طالما بس دكتور محمود انا اسف لقطع كلامك، انا يعني كأخ بأنصح حضرتك بعدم التطرق لنقطة أي حاجة تخص قرارات اتحاد الكرة، لأن أي جهة أو أي خصومة أو أي جهة أخرى متضررة ممكن تدخل الكرة المصرية في مشكلة كبيرة جدا. لأن بص يا كابتن، خد بالك برضه لازم تكون عارف قوام لجنة الشباب والرياضة إيه. احنا المجموعه اللي معانا، ما اعرفش انت يعني لا عارف كل المجموعه طبعا، لكن فالناس الحمد لله كله خبراء، فاحنا طبعا صعب ان احنا نقع في هذا الخطا، ومش معنيين بمناقشه الموضوعات بالشكل ده اللي حضرتك بتقوله، لا قرارات اتحاد، لان ما فيش تدخل. احنا يمكن اعلناه من الدوره الاولى ومن الجلسات الاولى، حتى لما اجتمعنا قبل كده باتحاد كره القدم المصري السابق او اعضاء مجلس الاداره، وضحنا الكلام ده بشكل كامل، ان اي تدخل حكومي بيضر بالرياضه المصريه مش كره القدم بس، مع العلم ان احنا كتدخلنا مش تدخل حكومي، احنا ممثلين للشعب المصري، فبالتالي ده جزء تشريع مهم، كل الدول بتحترم هذا الجزء، لكن احنا في الاول احنا بنحترم يعني خصوصيه اللوائح داخل الاتحادات، فما فيش تدخل في هذه الخصوصيه. الرقابه فقط زي ما باكد على حضرتك طبعاً. من اللجان المختلفه في المجلس هي رقابه ماليه، لو في اي هي ممكن نتكلم فيها، لكن الامور الفنيه او امور وقرارات الاتحاد ولا لوائح الاتحادات سواء كره القدم او غير كره القدم، احنا لسنا معنيين نهائي بهذه اللوائح، ولا ليس لنا تدخل في هذه القرارات يعني. صحيح دكتور محمود حسين،
رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا.